خلف الكواليس. لا لا قبل ما تعطيني الكاميرا احكي لي الحبل عشان تعرفوا الكاميرمان بيمروا في اشياء عصيبه اكثر مننا. انت قاعد ترقص. خلف الكواليس مع ساره. ساره خلف الكواليس. محمد هلو. وآمن حيركب الكاميرا ويطلع يتسلك عشان يصور. فانا هيا ايه كذا نهاي. لا مش نهاي. خلي هنا 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 يلا شينا مستمرين البنات ما يبون يتركونهم مره هذه ساره. شكرا على يوم عظيم. العفو شكرا عشان انتم ايش يعني كنتوا من جد احلى شيء في هذا اليوم والله العظيم. حبيب قلبي انت حبيبي. في عندكم شيء زي هذول الاثنين؟ في عندكم شيء زيهم؟ ما في ولا زيك انت. ما في جايز. لازم اللي يجي فلبين يجي سان جوان. بس اذا كنتوا تبغون تروحون اكسبيرينس حقيقيه مش انه ريزورت وبحر وخدمه 5 نجوم. لا اسالوا ساره. احط لكم اختيارات ايش اسم احط لكم كل ارشاداتي في نهايه حلقه. وين الحين حق الفلبين؟ باي جايز.